مشاهدينا متابعينا لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح جمعات فقرتنا الحواريه الاولى اللي زي ما عدتكم في بدايه هذا البرنامج. احنا هنتكلم عن موضوع هام جدا بالنسبه لكل طالب بالنسبه لكل رب اسره، وهو عن الاختيار الصحيح للكليه او المعهد للطالب بعد ما بيخلص المدرسه، وبتبقى فتره شاقه جدا على كل طالب وبالنسبه حتى لكل اب وام بيبتدي يفكر انا هدخل ايه. في مشاكل كتير بتبقى في هذه الفترة، في ناس بتبقى عايزة تدخل كلية معينة ولكن للأسف الشديد ضغوط الأسرة بتضطرهم إن هو يغير ميوله تماما ويدخل كلية بعيدة تماما عن اهتماماته، حتى لو كلية هو مش هيبقى شاطر فيها. في ناس تانية لا، عزيمتها إصرارها بتبقى مصرة إن هي تدخل المكان اللي هي تحبه، اللي هو حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، فبيدخلوا الكلية اللي هم عايزينها. فترة مهمة جدا، فترة كلها ضغوط، لأن مش بس أنا بفكر أنا هدخل كلية إيه، ولكن النقلة النوعية عامة في حياتي من المدرسة للكلية بتبقى فترة فيها ضغوط كتيرة جدا على كل طالب. يسعدني الحديث عن هذا الموضوع باستفاضة وجود معايا دكتور أحمد زايد، وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة وعميد كلية الآداب الأسبق. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك، نورتني يا فندم. الله يخليك، شكرا جزيلا. طيب في بدايه الحوار معنا تقرير عن هذا الموضوع، ولكن هرجع مره اخرى للحديث مع دكتور احمد زايد عن الاختيار الصحيح للكليه او المعهد. خليكم معنا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بزياره لمكتب تنسيق القبول بجامعه القاهره بكليه الهندسه للوقوف على سير العمل والاستماع لشكاوى الطلاب. احنا دخل لغايه النهارده حالات تتجاوز عددها 91,000 حالة من إجمالي 127,000، المتبقي حوالي 36,000. النهاردة السبت، لسه اليوم قدامنا طويل، والحد والاثنين لغاية الساعة 7 إن شاء الله. أنا بتوقع يعني النهاردة بكرة نكون خلصنا كل الحالات. فأكثر من 50% من الطلاب والطالبات سجلوا رغباتهم حتى الآن قبل انتهاء تنسيق المرحلة الأولى الاثنين المقبل. 127,000 طالب وطالبة تستوعبهم المرحلة الأولى، فالشعبة العلمية بلغ الحد الأدنى للقبول بها في تلك المرحلة 96.6%. وأخيرا الشعبة الأدبية فقد بلغ الحد الأدنى بها 80%. فالأيام القليلة القادمة ستشهد نتائج تلك المرحلة، لينتهي بذلك الفصل الأول من تنسيق الجامعات من بين 3 فصول. طيب مستمرين لسه مع حضراتكم، وارحب بضيفي مره اخرى دكتور احمد زايد، استاذ علم الاجتماع وعميد كليه الاداب الاسبق جامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا فندم. موضوع مهم قوي، يعني دلوقتي الفتره بتبقى كلها ضغوطات على كل طالب هو هينقل من الدراسه للجامعه، يعني فتره المدرسه لفتره الجامعه بتبقى فتره لسه هو مش عارف طب انا رايح فين، طب هروح كليه ايه، يعني بيبقى في اسئله كتير قوي بيطرحها على نفسه في هذه الفتره، وخايف ان هو ياخد قرار غلط فبالتالي يبني عليه حياته كلها ويندم بعد كده. هي اولا دي زي ما حضرتك اشرتي في البدايه فتره قلق شديد جدا وفتره ضغوط شديده جدا. القلق بيبقى ناتج من مرحله الانتقال، بينتقل من مرحله الدراسه في الثانويه العامه الى ان هو يروح الجامعه، غالبا حاجه ما بيبقاش عارفها قوي وما بيبقاش، واحنا ما عندناش حتى اليات في مصر بنوري الطلبه شكل الجامعه ايه، ويعني في بعض الجامعات في الخارج بتاخد طلبه الثانويه العامه دول تزورهم قبل ما يتخرجوا من الثانويه العامه، تزورهم الجامعه وتوريهم الكليات، احنا الاليه دي مش موجوده بشكل مكثف. فبيبقى مرحله للانتقال من نظام تدريسي معين الى نظام مختلف، الى من مؤسسه تعليميه بيبقى فيها الكتاب هو اساس كل حاجه الى مؤسسه تعليميه بيبقى فيها التفكير والبحث هو اهم حاجه. والله مش دايما يا فندم. الحاجه الثانيه مهم، مش يعني دايما احنا بنتكلم على الحاجه المثاليه، يعني لو هنتكلم بقى عن الجامعات المصريه حاجه ثانيه. طيب من ناحيه الضغوط بقى بيبقى في ضغوط عديده جدا، هذه الضغوط معظمها بياتي من الاهل اللي هم بيبقوا عندهم حلم دايما بانه ابني دكتور، ابني مهندس، الكلية الفلانية. بصرف النظر عن امكانياته، حتى امكانياته احيانا الفيزيقيه يعني الصحيه. يعني ممكن جدا يبقى طفل، يبقى ولد عنده حتى بعض المشكلات الصحيه ويبقى اهله برضه مصرين ان هم يدخلوه كليه معينه قد لا تتناسب مع ظروفه، لان هم عندهم نموذج في مخهم، عندهم هدف وعندهم امل، وطبعا الاسر بتحلم كلها. الحاجه الثانيه كتير بيبقى هو ده نفسه كان وهو صغير مثلا يطلع دكتور، فبالتالي حلمه ما اتحققش فبيحاول يحققه في ابنه او بنته. او كمان احيانا بيبقى في بعض الاهل الاقارب الاخوه دخلوا الكليات دي قبل كده ونجحوا وحققوا يعني بعض اشكال النجاح، فبتبقى هو عن نفسهم
يقطفوا أثرهم ويمشوا خلفهم. والسبب في كده على فكرة في نموذج للتنشئة الاجتماعية منتشر في معظم الدول العربية، يعني ما هوش في مصر بس، في كل الثقافة العربية، إن هو النموذج القائم على الإملاء، على إن الأسرة في عالم للكبار وعالم للصغار، مفيش مشاركة بين الاثنين، ومفيش لغة مشتركة بين الاثنين، ومفيش أهداف حتى في بعض الأحيان أهداف مشتركة بين الاثنين. وإحنا عملنا دراسة في هذا الشأن في المجلس العربي للطفولة في 8 دول عربية، يعني أنا بكلم بناء على، وكنا بنقارن ما بين نموذجين للتنشئة، هل ده اللي سائد ولا النموذج الأولاني هو اللي بيبقى يدي الحرية للطفل إن هو يتكلم يشارك، ما يبقاش فيه قسوة، ما يبقاش فيه ضرب، ما يبقاش فيه توجيه، يعني في توجيه، وده بيخلي الطفل او عامه الطالب بيطلع مبدع اكتر. اه طبعا ما بيطلعش النموذج الثاني حضرتك بنلاقي بقى النموذج الابوي اللي فيه حتى لما نسال الاسر يقول لك احنا ديمقراطيين، مثلا لما تتاملي الواقع هتلاقي في الداخل ما تلاقيش لا في ديمقراطيه ولا اي حاجه، وانه في نوع من الاملاء، وان الاسره دايما بتبقى عايزه تحقق اللي في عقلها هي مش اللي في عقل الطفل. عشان كده ما بيبقاش فيه يعني اي شكل من اشكال مراعاه قدرات الطفل، شكلها ايه، المواهب بتاعته شكلها ايه، الميول بتاعته شكلها ايه، الاهداف نفسه هو هدفه ايه، يدخل في اي، فيبقى في قدر كبير جدا من الضغط على الخريج الثانويه العامه بناء على هذا النموذج السائد ان هم يروحوا الكليات بعينها. في حاجه تانية بقى منتشره في مصر هي مش موجوده في كتير من الدول، فكره كليات القمه وكليات القاع، يعني تطور كده عبر فترة من 20-30 سنة اللي فاتوا دول من خلال التنافس الشديد جدا اللي بيحصل في الثانوية العامة انه يبقى فيه كلية قمة وكلية، احنا طبعا في العلم ما فيش حاجة اسمها قاع وقمة، كل واحد يعني على حسب اختياراته وعلى يعني حسب انا بعتبر، ولو على فكرة رتبنا القاع والقمة معلش يعني هتبقى الفلسفة هي القمة مش الطب والهندسة، يعني لو رتبناهم حسب ما هو موجود في الكتب، كتب اللي هي احنا ترتيبها هيبقى مختلف تماما عن الواقع، هيبقى مختلف خالص، انه دايما الفلسفه دي هي اللي اشتقت منها كل العلوم، فهي ام العلوم كما يقال، وبعدين تطلع منها الفيزياء ويطلع منها الرياضيات ويطلع منها العلوم الكيمياء والبيولوجي، دي اللي هي العلوم الاساسيه، علوم اساسيه، وبعدين الحاجات الثانيه بتاتي بعد كده في التسلسل يعني. انما احنا العمليه انا مش عايز اقول ان يبقى في قاع وقمه، ده التسلسل اللي انا بقوله ده بناء على اسس علميه مش اختيارات اجتماعيه، احنا عملنا اختيار اجتماعي ان احنا الاسر بتتنافس على 5-6 كليات، يعني هم فقط 5-6 كليات، بعض كليات الطب والهندسه، وبعدين في الادبي يبقى كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه والاثار والالسن، بتبقى التنافس منحصر في هذه الكليات قليله العدد، فبيبقى فعلا ماساه، لانه في هذا التنافس الشديد اللي بيحصل ان ممكن واحد على نص درجه ما يروحش الكليه اللي الاسره عايزاها. فتبقى الاسره فيها ماساه بقى، وتفضل عايزه تحول وعايزه تعمل وعايزه تروح، وكتير جدا منهم يعني يروحوا جامعات خاصه او يفضلوا انهم يروحوا جامعات خاصه. ففي مشكله كبيره جدا، احنا لازم نعيد النظر ونعيد التفكير في هذه المساله، وندي للطالب الحريه في ان هو يختار الكليه اللي هو عايزها، حتى وان كانت كليه من وجهه نظر الاسره يعني منخفضه انا مره بقول لواحده كنت بشتغل مستشار ثقافي في الرياض، فبيبقى في كتير بيشتغل تعليم كتير وبنقابل الاسر وكده، فواحده عندها مشكله، فانا بقول لها ده خليل ممكن في الحاله دي ممكن يدخل الاداب، يعني ست انهارت، وكما لو كان قلت يعني هي طبعا ما تعرفش ان انا في الاداب يعني فانهارت، وايه اداب يا اداب، ده حاجه كما لو كان الولد لو دخل اداب هتبقى ماساه، وهتبقى يعني كما لو كان يعني احنا عملنا جريمه. المشكله في ثقافتنا هنا في مصر، ثقافه الشعب، ان هم بنوا ان الدكتور حتى في الافلام زي ما كنا بنشوف دايما الدكتور المهندس هم دول القمه، سواء كان صحيح للولد او للبنت، ولكن هو عايز يشوف ابنه او بنته في صيدله، في هندسه، في طب، دي اعلى الكليات بالنسبه للناس. انت جبتي نقطه مهمه، لانه الثقافه اللي انا بتكلم عنها دي اللي هي بتاعه القمه والقاع دي بدأت يعني تدعم من خلال بقى هي متوغلة في كل الأفلام، من خلال المسلسلات، من خلال السلوك العام، من خلال حتى الحوار اليومي بين الناس، كل واحدة تبقى قاعدة وواحد يبقى عنده فخر كده إنه ابنه اتخرج من كلية الطب، إنه ابنه اتخرج من كلية الهندسة. وأنا عندي نماذج
في واقعي اطباء الناس فاشلين لان نعم دخل فنة. في اطباء بيبقوا فاشلين تماما في مهنتهم لانهم دخلوا كليه هم مش عايزينها. هو درس، هو صحيح. مش معنى انا فاشل ان هو مش شاطر، هو بيعرف يحفظ كويس جدا او بيعرف يفهم كويس جدا، ولكن ممارسه الطب مش على هواه خالص. لا، هو الاسره بتحطه في حته. حتى احيانا في الكليات العسكريه يعني بعض الناس يدخلوا ابنهم مثلا كليه الشرطه لانه الاسره فيها ناس من كليه الشرطه كتير وكده، وبعدين بعد كده يكتشف ان هو ما يقدرش يتحمل المشقة التدريب ومشقة التواجد في، لأنه في بقى تدريب معين ونظام معين، نظام معين للأكل والنظام يعني بيتعلموه النظام. فإحنا هنا المفروض يعني الجامعة في الأصل يعني فكرة الجامعة تقوم على فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولانية فكرة العلوم المختلفة التي تتكامل بعضها مع البعض الآخر من أجل تقديم معرفة ومهارات. والحاجة الثانية فكرة التفكير بحرية، إن الإنسان يفكر بحرية وإن هو يفكر في ضوء منطق ويفكر في ضوء التفكير العلمي. الكلام اللي احنا بنقوله ده ضد المنطق وضد التفكير العلمي وضد الحرية، المفروض يسيب الطالب يدخل الكلية اللي هو عايزها. وأنا عندي نماذج كتير جدا. قصدي حضرتك ما يبقاش فيه يعني ده جايب كام في المية فهيدخل كلية كذا أو كده، يعني نسيبها أكتر مفتوحة لحد لا نراعي الميول اختيار. نراعي الميول، حتى احنا ربما نكون محتاجين، لو احنا محتاجين نعمل تغيير بسيط في النظام. طبعا احنا بنعتز بنظام التنسيق ولا يجب ان احنا نمسه، لانه فعلا نظام فيه عداله اجتماعيه منقطعه النظير. ولكن اقول لحضرتك على حاجه، بس انا كنت بشوف نماذج ظلم كتير. انا كنت بشوف ناس كتير من صحابي عايزين يدخلوا فنون جميله ويدخلوا ما ينجحوش في القدرات. وتلاقي ان رسوماتهم تحفه. صحيح. يعني فبرضه بيبقى فيه ظلم في حته لا ما هو طبعا الامتحانات دي حضرتك احنا ما نعرفش ظروفها. أنا كان عندي برضه حد من قرايبي ودخل وكانت بترسم كويس جدا وما عرفتش تدخل، لأنه أنت ما بتعرفش ظروف الامتحان عمل إيه يعني. بتجيب إحباط يا فندم برضه. ما أنا عارف. طبعا المفروض إحنا نفتح الباب لأي حد يعني عنده الميل والرغبة الشديدة جدا ويكون عنده حتى مبادئ الرسم. على فكرة ممكن يتعلم الرسم جوه. يعني هو ممكن لو هو عنده الميل وعنده الاستعداد وإيده مش ماشية قوي في الرسم ممكن جدا جوه مع الوقت هياخد خبرة. يعني التمرين بيعلم الإنسان وبيخلي الإنسان يعني يقدر يمارس المهنة. مش ده معناه إن احنا برضو لازم نغير كنظام تعليمي، نغير حاجات كتير برضو. يعني أنا بخاطب دلوقتي الناس وبخاطب الطلبة وكل رب أسرة، ولكن برضو احنا عندنا مشاكل في المنظومة التعليمية تخلي في ظلم كتير بيقع على اي طالب عايز يلتحق بكليه وما بيقبلش فيه. لا يعني الظلم مثلا في بعض الاحيان، انا هقول لك مين اللي بيظلم في المساله دي. عدد كبير جدا من الطلبه بيبقوا هم نفسهم يدرسوا حاجات مختلفه، يعني مثلا هو نفسه يدرس حقوق مثلا او نفسه يدرس مثلا لغات. وتبص تلاقي هو دخل الثانويه العامه وجاب مجموعه وروح دخله حدفه مثلا في كليه الاثار أو موديه كلية الآداب أو موديه كلية الخدمة الاجتماعية. فيبص تلاقي حضرتك هو بيدرس حاجة هو لا حبها ولا فكر فيها. وعلى فكرة احنا بنواجه المشكلة دي كتير جدا مع الطلبة بتوعنا. بنجد ان بعض الطلبة كده اللي هم يعني مش مهتمين ومش مكترسين. وانا كنت لما كنت عميد كنت بعمل دراسات في هذا الموضوع يعني بحكم تخصصي، واسأل الطلبة يعني ليه انتوا كده ما عندكوش رغبة في التعلم؟ يقول لك احنا لقينا نفسنا اتحدفنا كده في كليه الاداب، دخلنا قسم فلسفه او دخلنا قسم علم اجتماع او دخلنا قسم تاريخ، الاقسام اللي هي فيها اعداد كبيره. فلا انا بحب الاجتماع ولا بحب الفلسفه ولا بحب التاريخ. انا كان نفسي ادرس كذا، انا كان نفسي ادرس بهذا الشكل. فده فعلا بيبقى فيها نوع من الظلم، خاصه مع الاعداد الكبيره جدا اللي. فاحنا محتاجين كده لنظام التنسيق وكل حاجة، بس يحقق التوازن ما بين الرغبة والميل وبين المجموع. يعني أنا يبقى عندي مجموع صحيح ويبقى عندي إمكانية أن أنا أدخل الكلية، بس يبقى فيه شوية لمراعاة الرغبة. في بعض البلدان بتعمل حاجة اسمها الامتحان الشامل، يعني بعد الثانوية العامة الإنسان ما يروحش الجامعة كده على طول. يعني يدخل الامتحان يدخل هو ده اللي يأهله للجامعة. أيوة بعد كده هو يعمل في القطاع الطبي يعمل امتحان، وقطاع الهندسة بيعمل امتحان، وقطاع الآداب والعلوم الاجتماعية يعمل امتحان. وده اللي أنا كنت أقصده، إن الكليات تعمل امتحانات وبالتالي أنا أقدم ينجح يسقط. امتحان شامل بقى، امتحان كومبريهنسيف كده، يعني فيه نوع من المعلومات ونوع من المعرفة أعلى شوية من الثانوية العامة، بحيث إن الطالب يستعد له استعداد كويس جدا. اللي بينجح في الكومبريهنسيف إكزام ده يروح داخل، يعني يروح داخل. يا فندم نفسي اي مسؤول يسمع حضرتك في حاجه زي دي، لان
أنا في ثانوية عامة مثلا أنا فاشلة تماما في الاقتصاد في اللي هو الإيكونومكس لو إحنا بدرسه، فبالتالي أنا ممكن أجيب عامة في أي حاجة ليها علاقة بالاقتصاد جوه المواد بتاعة الثانوية العامة هجيب درجة وحشة جدا، هجيب درجة منخفضة بالظبط، واجي مثلا في حاجة فيها حفظ أو حاجة فيها زي تاريخ أيا كان بقى كانت المادة متفوقة جدا فيها فأتظلم علشان أنا في مادة من المواد ما كنتش. والكلام اللي بتقوليه حضرتك ده ممكن يخلينا نفكر في تطوير تاني، إنه على مستوى الثانوية العامة ربما نكون محتاجين إلى إنه يعني نعمل تشعيب أكتر، يعني يبقى في مش إحنا عندنا دلوقتي ثلاث شعب أدبي وعلمي علوم وعلمي رياضة. لا نعمل تشعيب أكتر، اللي عايز يدرس تاريخ من وهو في الثانوية العامة أديله جرعة كبيرة في التاريخ. اللي عايز يدرس في الآداب بشكل عام أديله جرعة كبيرة في الكلية. في الحاجة اللي هو في المواد اللي هو عايز يدرسها في وهكذا. بحيث إن أنا أطلعه كده منه وهو في الثانوية العامة مؤهل، والأسرة تبقى عارفة من البداية إنه ابنها ده قدراته هتوديه للكلية الفلانية، وإن هو ممكن على فكرة يتفوق. ونعرف ناس كتير جدا لما سلكوا الطريق اللي هو أنا واحد منهم. يعني اللي الرغبة الشديدة محدش يتدخل في اختياراتي ولا أي حاجة، وأنا اخترت الكلية اللي أنا عايزها والقسم اللي أنا عايزه بأي شكل من الأشكال فتفوقت. في ناس كتير كده بهذا الشكل بيبقى عنده الرغبة الشديدة يدرس موضوع معين، فالأسرة لو هي الأسرة تركته ممكن يبقى يتفوق ويبقى عالم كبير جدا في الموضوع اللي هو بيدرسه. حتى وإن كانت كلية يعني الأسرة بتنظر لها يعني نظرة، يعني بالعكس احنا محتاجين على فكرة نغير النظرة دي. يعني النظرة بتاعت يعني أنا من الناس اللي عانت في حاجة زي دي، عشان كده بتكلم وأنا كلي يعني اللي هو إيه متضايقة من حاجة زي دي. إن أنا والدي كان دايما بيحب كلية صيدلة طب هندسة، فقال لي أنا حابب إنك تدخلي حاجة من الكليات دي. قدمت في صيدلة ودخلت هندسة القاهرة ونقلت السياسه واقتصاد زي ما كنت عايزه واشتغلت في الاداب. رحت على فكره الطريق الصحيح. ايوه انا رحت الحاجه اللي انا عايزاها، درست سياسه واقتصاد، انا كنت حابه ادرس سياسه واقتصاد واشتغلت في الاعلام بعيد تماما عن بقى صيدله وهندسه. هتلاقي حضرتك الاختيار ده لانه هو مرتبط بميول معينه، هتلاقي حضرتك ناجحه في المهنه بتاعتك وهتلاقي الاداء اعلى بكتير جدا من ان انت كنت هتروحي الهندسه. انا قلت لوالدي انا ممكن ادخل وسط، هل انت حابب ان انا ادخل اخد الخمس سنين يعني حتى ممكن تبقي مهندسه في 7 8 ايا كان، بس هتبقي مهندسه كده بتادي العمل وانت مالكيش نفس وانت مش راضيه عنه وانت مش حباه قوي، لانه دائما ودي قاعده على فكره تربويه مهمه جدا، ان الذي يدرس علما يحبه وهو لديه ميول فيه لابد ان هو هيمارس المهنه المرتبطه بهذا العلم على اعلى مستوى، لانه سوف يمارسها عن حب، مش هيمارسها كده يعني نوع من الممارسه الروتينيه ان انا رايح الصبح اشتغل وبعدين الساعه 2 همشي ولا الساعه 4 همشي وانتهت القيل. لا بنمارس المهنه بحب، ولذلك كتير جدا من الموظفين بتوع الدوله احنا لما هم بيمارسوا المهنه اللي هم بيعملوها لان هم بيتعلموا بالطريقه دي، بيتحطوا في اي كليه هو بيتخرج وبعدين كتير مجبر على ده فتلاقيه روتيني زي ما حضرتك بتقول بيمشي او عايز يمشي في اسرع وقت، فيبقى عندنا كمية كبيرة جدا من الموظفين اللي هم بيأدوا عملهم من غير أي نفس حب ومن غير أي نفس، ويبقى عندنا عدد كبير جدا من الطلبة اللي هم بيدرسوا أصلا من غير نفس. فهي إحنا محتاجين من الأسر بالذات اللي على فكرة المسؤولية دي بتقع على عاتق الأسرة، إنه من والطفل صغير جدا نشوف بيقولوا شكلها إيه، هو رايح فين، في أي طريقة، في أي، هل عنده قدرة كده على إن هو يحسب والأرقام وكده ولا عنده شويه قدره على ان هو يتامل ويفكر، يعني نشوف ميوله رايحه في اي، ولا يشتغل بايده ها مهنه حاجه فيها. انا عجبني حضرتك اللي بتقوله ان هو من وهو صغير انا ممكن كمان انمي عنده رياضه يطلع مثلا لاعب كره قدم طبعا وحاجات، بس في للاسف شديد ناس كتير شايفاه اللي هو رياضه، طب المدرسه، طب هيذاكر ازاي، طب لا هو بيحب الكوره بس انا مش هلعبه كوره عشان يذاكر، ويكون طفى تماما عنده اي حلم كان موجود، مع ان هو لو كان طلع لاعب كره قدم كان هيتفوق تفوق كبير. صحيح معاك حق، احنا دايما بنقول ان الانسان ده في مكونات ثلاثه مهمه جدا، في الجسم جسمه صحته، وفيه نفسيته بناءه النفسي، وفيه بناءه العقلي. المفروض عمليه التربيه وعمليه التنشئه الاجتماعيه والمدرسه كمان ويعني بعد كده تهتم بالثلاث حاجات دول، يعني تنميه القدرات الجسميه يبقى جسمه ده صحيح البدن، عنده درجة عالية جدا من الكفاءة واللياقة عنده درجة جدا، عنده صحة تمكنه من ان هو
يقدر يذاكر ويقدر يستوعب وكده، وبعدين في نفس الوقت ما عندوش مشاكل نفسية، ما بيضربش، ما بيتهنش، ما بنسمح له بأن هو يشارك، ما بنعملوش كث ومنع دائم، لا اسكت ما تتكلمش، لا ما تعملش كذا، يعني خليه دايما يعبر عن نفسه، وخليه دايما يعبر عن رغباته، ونشاركه حتى في بعض القرارات، يعني في قرارات صغيرة في الأسرة ممكن الطفل يشارك فيها، هنشتري كذا، هنعمل كذا، ممكن مناقشة بسيطة كده يقدر يشارك في القرارات، فنفسيته تطلع منفتحة على وبعدين عقله ينمو، نعلمه القراءة من صغره. اللي ما نقدرش نعلمه ونعلمه القراءة، احنا على الأقل نديله فرصة يفكر، نديله فرصة يشوف أفلام وحاجات فيها تفكير، ما يشوفش الأفلام العنيفة اللي فيها ضرب وفيها. لما يطلع الطفل متكامل بهذا الشكل، يعني طبعا احنا في الحالة دي بقى محتاجين مدرسة نموذجية، محتاجين أسرة نموذجية، محتاجين يعني مكان يعني كله نموذجي للأسف الشديد. ولعله الحاجات اللي احنا بنقولها في التلفزيون دي ناس تسمعها ويبقى تبقى مهمة فعلا في كعناصر توجيهية للأسرة، انه الطفل اللي بيتضرب واللي بيتعنف واللي صحته مش كويسة واللي ما بندلوش فرصة ان هو يفكر، بيطلع طفل بينمو كل حاجة وبيكبر، بس بيطلع طفل ناقص المكونات. فعشان كده الموضوع الرياضة اللي حضرتك أشرت ليه موضوع مهم جدا، ان هو يلعب رياضة، واللي حضرتك أشرت ليه كمان هو لو حاجة بإيده يعني بيعرف يصلح حاجة، بيعرف طبعاً. يعني يعرف يصلح حاجة، ممكن حاجة يفتح ورشة، سواء بقى كانت نجارة، سواء ليه علاقة بتصليح عربيات ايا كان، ولكن الناس بتشوف دي عيب. يعني لا، انا ابني هيفتح ورشة على آخر الزمان، ما ينفعش يعني. فبتبقى للاسف شديد التفكير برضو. لا، ما هو التفكير كمان، ما هو كمان ترتيب المهن محتاج الى ان احنا يعني احنا في الوطن العربي كله في دراسات اكدت كده على فكره، في القيمه اللي بيسموها قيمه احتقار العمل اليدوي، اللي هو حتى الدين وصى عليه ان هو الانسان اللي بياكل من فعل يده، من الشغل اللي بيعمله بايده، يعني هو ده احسن كذا. عارف ان حضرتك بره بقى في البلاد الاوروبيه دي اغلى، يعني من اغلى الحاجات، عشان كده شوف الناس بتدهن هي بيتها، لانه لو جاب حد يبيض البيت هيدفع كتير. صحيح. فالعكس تماما عننا، عن اللي بيحصل في مصر. ففي احتقار للمهن اليدويه كلها، حتى في تقييمنا للناس، يعني نبص للناس اللي بيعملوا المهن اليدويه دول نظره على انهم، رغم ان هم بالعكس هم زيهم زينا، وهم بيأدوا مهنة زي المهنة اللي احنا بنأديه، والمهنة صعبة بتاعتنا جدا. ما تقدرش تمشي من غيرهم، يعني احنا ما نقدرش نعمل البرنامج اللي احنا بنعمله ده إلا من خلال الشخص اللي بيركب المايك، إلا من خلال الشخص اللي بينظف لنا القاعة دي قبل ما نقعد، فريق عمل متكامل. يعني طبعا الحياة كده، الحياة فيها أدوار متكاملة، ولا تكتمل إلا بنظام للأدوار، كل دور بيكمل الدور التاني. ما ينفعش كده إن إيه، لا أدوار تطغى على أدوار، أو أدوار تبقى أفضل من أدوار. وهو ده فكرة المساواة، بتقوم على هذه الفكرة، إن كل واحد بيؤدي دور، وكل واحد الأدوار كلها بتتكامل من أجل إيه، إن الدنيا تمشي. لا، أنا حتى نفسي مكان أي حد بيسمعنا دلوقتي، أنا عارفة إن في ناس هتقول الكلام اللي أنتوا بتقولوه مثالي جدا، مش هيتطبق، لأن المنظومة التعليمية أصلا من عندنا من الأول غلط. يعني. وفي ناس هتاخد بكلام زي ما إحنا بنقول، في كلام يقدر يتطبق، هي مشكلة طبعاً. في عقولنا إحنا وفي ثقافتنا إحنا. صحيح صحيح. أنا هقول لك، أنا كنت الأول على محافظتي في الثانوية العامة، خلاص، وكان ممكن ادخل كليه الاقتصاد، دخلت الاداب عشان ادخل قسم صحافه، ولقيت الصحافه دي مش موجود، فرحت داخل اجتماع. واخد بالك يعني الفكره هنا ما هياش فكره، لان حبيته ودرسته وانا بحبه كده. فالانسان لما بيحب الحاجه اللي هو بيدرسها بيدي فيها كتير، وحتى لو كانت نظره الناس ليها، انا كان الناس يسالوني وانا كده، انت ايه يعني، ايه الاداب دي، ايه الاجتماع دي، يعني في القريه طبعا يعني. فلا يعني احنا محتاجين، ويشوفوا حضرتك دلوقتي هم فخورين بيه طبعا، ان فبالتالي يعني ده اكبر اسباب، طبعا محتاجين ان احنا نغير نمط التفكير السائد. كل الكليات زي بعضها، كل مهنه مفيده، وكل المهن مفيده، وان كل الناس تسمع ده فعلا، يبقى هم اللي في القمه. نعم. دكتور احمد زايد، استاذ علم الاجتماع وعميد كليه الاداب الاصغر جامعه القاهره، بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده، شرفتني بهذه المعلومات القيمه، ويا ريت كل الناس تسمع. اهلا بيك يا فندم. مشاهدينا ومتابعينا، بكده خلصت هذه الفقره. يا ريت كل اللي بيسمعنا يعرف ان مفيش كليات قمه، مفيش كليات قاع، هي كليات واحده على حسب رغبتهم. اشكركم على متابعه هذه الفقره، نروح مع بعض لاهم اخبار واخر اخبار الرياضه والملاعب، واستنونا بعد الفقرة.